أهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقرة جديدة من طبيب البلد. السعادة بالتأكيد ليها أشكال كتير مختلفة، لكن للزوجين بتبقى سعادتهم الحقيقية في الإنجاب. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن تقنيات جديدة في عالم جديد خاص بالحقن المجهري، إن مفيش الحمد لله فقدان أمل. فقدان الأمل في الإنجاب أو المشاكل اللي ممكن الزوج والزوجة بيتعرضوا ليها في بداية زواجهم علشان ينجبوا في الحقيقة طبعا بتكون مقلقة. لكن مجال الحقن المجهري واللي حقق ما يقال عنه مستحيل، عشان كده النهاردة هنعرف تفاصيل كتيرة من ضيفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور أحمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، أيضا زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن، عضو الجمعية المصرية الألمانية لجراحة المناظير، هيقول لنا كتير في هذا المجال اللي متخصص فيه بشكل محترف. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورنا. الله يكرمك. الأمل دايماً مع الطب الحمد لله ما بيقفش، وكل مدى بيبقى فيه تقنيات وتطور كبير وكتير بيدي أمل أكبر وأكتر، خاصة للمتزوجين أو لنفسهم طبعاً في حلم الإنجاب. عايزة كده أبدأ مع حضرتك، إيه الجديد في عمليات الحقن المجهري؟ يعني هو بقاله فترة لكن حقق طفرة كبيرة التقنيات الحديثة الخاصة بيه. أتكلم بقى مع حضرتك عن الحقن المجهري والتلقيح الصناعي، ايه الفرق بينهم وايه التقنيات الجديده فيهم؟ هو الحقن المجهري ان احنا بناخد الحقن المنوي وبنقشر البويضه وبنحقنه داخل البويضه علشان نضمن عمليه التخصيب. من 10 سنين كانت التقنيه دي مش موجوده قوي او مش متوفره قوي عندنا. كنا بنعمل حاجه اسمها اطفال الانابيب، احنا بنحط الحيوانات المنويه جنب البويضات وبنستنى بعد يوم او يوم ونص كده ونشوف حصل اخصاب طبيعي ولا لا. في حالات كتير مثلا كان الحقن المنوي فيه بعض نقص الانزيمات ما بيحترقش البويضه، فلما طلعت طفره الميكروسكوبات الالكترونيه ففكرنا ان احنا نحقن الحيوان المنوي داخل البويضه. كويس جدا. فطبعا ده حل مشاكل كتير جدا لازواج كتير وعمليات كانت بتفشل قبل كده. طبعا النهارده على نسبه النجاح وعمل تطورات كبيره جدا. كويس جدا. موضوع التلقيح الصناعي دي يعتبر صوره كده اوليه من الاخصاب المساعد. ما بتبقاش مكلفة قوي، ما بتبقاش انفيزيف قوي، بتبقى صورة بسيطة. بناخد السائل المنوي بتاع الزوج، نغسله ونطلع الشوائب منه، نطلع الحياة المنوية المشوهة، ناخد السليمة اللي فيها مثلا شفرة وراثية سليمة للزوج، بنضيف عليها مواد مثلا بتزود الحركة وبتزود كفاءة الحياة المنوي، وبنحقنها داخل الرحم أثناء فترة التبويض للسيدة. يعني دي صورة قريبة للحمل الطبيعي، بس طبعا دي بتتناسب مع ناس معينه، حالات معينه، مش كل الحالات بصراحه. يعني استشعرت ان الاولاني تقريبا ليه علاقه بالزوجه والتاني ليه علاقه بالزوج. لا، هما الاثنين خاصين بالحالتين. يعني هو ممكن يكون في مشكله عند ده او ده او ده. هي بتقيم الحالات طبعا. يعني في حالات بتبقى مناسبه ان تعمل لها تلقيح صناعي شهر او شهرين او ثلاثه. في حالات ما بينفعش معاها تلقيح صناعي وما نضيعش معاها وقت. كويس جدا. الخطوات الخاصة بالحقن المجهري ليها أكتر من خطوة، وفي الحقيقة كمان قبل ما نعمل الخطوات في استعدادات للحقن المجهري للزوج والزوجة، صح؟ صح. نبدأ بقى مع حضرتك، إيه هي الاستعدادات؟ أهم الاستعدادات وأهم النصايح اللي بتبدأ بيها عشان تضمن نجاح بشكل كبير طبعا للحقن المجهري. أهم الخطوات طبعا هي تقييم حالة الزوجة كويس والزوج. يعني الزوجة اللي عندها تكيسات مبايض لها نظام علاج معين، الزوجة اللي عندها سكر مزمن من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو وزنها زايد لها استعدادات خاصة بيها. الزوجة اللي عندها إجهاض متكرر لها استعداد خاصة بيها. الزوجة اللي عندها بطانة رحم مهاجرة لها استعداد خاصة بيها. الزوج اللي عنده مثلا دوالف الخصية له استعدادات. الزوج اللي عنده تشوهات عالية له استعدادات. الزوج اللي عنده أمراض مناعية معينة زي حاجة اسمها سيستيك فايبروزيس له استعدادات. فالأهم حاجة تقييم الحالة كويس، وضعها على الطريق السليم. طبعا الحالات التأخر الإنجاب بيبقى العيان طبعا تايه ولف كتير وصرف طبعًا كتير طبعًا. فهي يعني احنا بنحط العيان على الطريق الصحيح. فكل حالة طبعا أهم حاجة تقييم الحالتين. الحالة لو لها استعدادات ممكن ما نخش الحقن المجهري على طول، ممكن نجهزها شهر أو اتنين بعلاجات تحضيرية، وبعد كده بنحط العيان على البروتوكول الخاص بيها. كويس جدا. هل في أمراض ممكن ما تنفعش مع حقن مجهري؟ هو مش بالشكل ده. يعني هو مثلا يعني في أمراض ممكن تتعارض شوية بس ما تمنعش الحقن المجهري.
يعني الحالة مفيش المجهري مستحيل معاه ان شاء الله وسيله اخصاب مساعد، ودي اخر خطوه بنلجا لها للزوجين. فلكن مثلا الامراض اللي ممكن تتعارض بلها لها حالات خاصه، يعني مثلا عيانه عندها اورام ليفيه كتيره في الرحم، دي لازم تتشال قبل العمليه. عيانه عندها انسداد في الانابيب او ارتشاح في الانابيب او التهابات مزمنه في الانبوبتين. طبعا الصديد الموجود في الانبوبه ده لو عملنا الحقن المجهري ممكن ياذي الجنين، يعني الجنين في المراحل دي بيبقى عباره عن خلايا بدائيه. فلازم الالتهابات تروح والانابيب دي تتعالج ان كان بعلاج طبي او تتقفل او تتشال. بتبقى ليها يعني هي مش بتتعارض، يعني هي بيبقى لها ليها اجراءات قبل اجراءات معينه. عيانه مثلا بطانه الرحم المهاجره وعندها التصاقات زياده في الحوض، دي ليها برضو ان كان مثلا بتفك التصاقات الاول بالمنظار او على حسب الدرجه نفسها. طيب قبل ما اكمل مع حضرتك برضو تفاصيل خاصه بيها، باكد مع حضراتكم دكتور احمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري، موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، موجود على الفيسبوك الخاص طبعا بيه، واللي تقدروا حضراتكم تتواصلوا معاه البيج باسم دكتور احمد دياب، واللي ممكن تبعتوا له اي اسئله وتتواصلوا معاه كمان على الارقام اللي ظاهره بحضراتكم على الشاشه ومن خلال مراكز الخاصه بدكتور احمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد. طيب ارجع لحضرتك مره ثانيه، هل نجاح عمليات الحقن ليه علاقه بتقنيات معينه بتبقى موجوده عند يعني مكان او مركز مش موجوده عند اخر، يعني مختلفه هي الامكانيات بتاعته؟ لا اكيد طبعا. يعني الاكويبمنت او التجهيزات في الحقن المجهري طبعا دي مهمه جدا. يعني ما ينفعش النهارده مثلا ان احنا 2023 ونشتغل مثلا بتقنيات 2002. ده احنا كل يوم في تطورات في المجال ده. هو بفضل الله طبعا معظم المراكز في مصر بتاع الحقن المجهري على اعلى مستوى الحقيقه. وخبره طبعا بتقف على خبره الدكتور وعلى التقييم بتاع الزوجين زي ما قلنا. فلازم طبعا امكانيات المعمل الحقن المجهري، امكانيات السحب بتاع البويضات، امكانيات التعامل مع الحالات المنويه الضعيفه، امكانيات التعامل في ارجاع الاجنه، الحضانه نفسها اللي بنحفظ فيها الاجنه، لان دي بتعتبر اكن يعني بيئه زي الرحم، بيئة خصبة في الاول في اول 3 4 5 ايام لحد ما ننقل الاجنه. فالامكانيات طبعا عليها دور عالي عالي جدا جدا جدا. طبعا طيب الطفرات الحديثه في مجال الحقن المجهري، حضرتك بتتكلم على انه بقاله 10 سنين متواجد بشكل كبير في مجال الطب، كل شويه التقنيات الحديثه بتاعته بتتطور بشكل كبير وبقى في ضمان اكتر لنجاح عمليات الحقن المجهري. تمام. هو الحقن المجهري بنشتغل بيه من حوالي 10 سنين، قبل كده بنشتغل بالاطفال الانابيب. النهارده المراكز كلها بنشتغل بطريقه الحقن المجهري، ان احنا بنقشر البويضه وبنحقن الحيوان المنوي زي ما قلت لحضرتك من شويه. الطفرات الحديثه يعني احنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك كل يوم في تطور جديد. يعني من مثلا 7 سنين كنا بنشتغل بحاجه اسمها اكزي، ان احنا بنحقن الحيوان المنوي داخل البويضه. ساعات برضو ما كناش عندنا ماجنيفيكشن كويس او قوه تكبير شويه تحت الميكروسكوب ان احنا نشوف الحيوان المنوي السليم. النهارده في اخر سنتين ثلاثه في حاجه اسمها امسي، يعني انترا سيتوبلازميك مورفولوجيكالي سيلكتد سبيرم انجكشن، ان احنا تحت الميكروسكوب الالكتروني مع تكبير معين. حضرتك عارفه ان الحيوان المنوي ده هو حامل شفره الزوج. الشفره الوصليه بتاع الزوج. فلما بنشوفه تحت الميكروسكوب لو بنعرف نحدد كان ده كفء ولا مش كفء. زي ما واضح يا دكتور كان معانا على الشاشه. من شويه الصوره اللي عدت لو ممكن نجيبها تاني. دي احنا بنختار الحيوان المنوي السليم وبنحقنه داخل البويضه بعد ما نقشرها. السليم ده بيفرق معانا قوي، ان يعني بنجيب جنين سليم مش مشوه، هيلسي، عنده استعداد انه يكمل الحمل، ما يحصلش اجهاض متكرر. يبقى في اكتر من واحد يا دكتور صحيح؟ لا احنا بنحقن كل بويضه لها حيوان منوي، كله بويضه العكس. اوكي. فالنهارده التقنيه دي بفضل الله موجوده عندنا في مصر من حوالي 3 4 5 سنين، ومعظم دلوقتي المراكز بنشتغل بيها. فدي النهارده حاجه طفره كبيره قوي. في تقنيه ثانيه ان احنا مثلا لو في امراض وراثيه معينه في عائلات معينه، فطبعا دي بتسبب مشكله شويه، فبنعمل بنحلل خليه من الجنين قبل ما نرجعه بحيث نعرف هل الجنين ده سليم ولا مشوه. هي ممكن تكون مكلفه شويه بس بنختارها في حالات معينه. طبعا دي قبل ما تاريخ المرضي للعيان. بتبقى دراسه معينه زي التقييم بتاع التقييم الحاله المرضيه والتاريخ المرضي.
فدي برضه تقنيه موجوده الحمد لله، وبنقدر يعني نتغلب شويه على الامراض الوراثيه اللي بتسبب لها مشاكل في بعض العائلات. طب النصايح بقى، يعني مهم الاعداد النفسي والاعداد الدوائي والتفاصيل الخاصه قبل العمليه علشان نضمن نسبه النجاح بنسبه كبيره. تمام. هو النصايح طبعا يعني طبعا المرضى من النوعيات دي بقى لهم يعني استرس نفسي وضغط نفسي رهيب. فطبعا الراحه النفسيه، وطبعا في المجال ده احنا بنطمن العيان بنقول لهم ان الضمان في النجاح هو ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا الضمان بتاعنا ان احنا بنحط العيان في الطريق السليم. فالنصايح ان احنا بنبعد عن اي استرس نفسي، المجهود الافراط المزمن او العوامل الخطوره اللي ممكن تعرضنا، ان احنا لازم ناخد الدواء في ميعاده، ناخد الدواء بجرعات بتاع الطبيب. بيبقى يعني بتبقى يعني اهم حاجه في الموضوع ده العلاج المناسب في الوقت المناسب بجرعات المناسبه. بعد يعني كان في من شويه الاكل المتوازن. بنقول للعيانه تبعدي عن الاكل الفاست فود اللي هو سريع التحضير اللي مالوش مصدر. بنقول للعيانه لو في اقلاع عن التدخين، في بعض العيان بيدخنوا. الكحوليات، الستايل لايف موديفيكيشن، لو عندها السكر مزمن هنظبطه، لو عندها ضغط عالي، لو عندها التهابات بنعالجها. غير بقى العلاج اللي احنا بنديه بعد ارجاع لاجنه وبنتابع معاها وكل ده. صحيح. طيب دايما بعد عمليات الحقن المجهري، او مش دايما يعني في الاغلب، بتلاقي بعد كده الزوجة او الام جابت بيبي تاني بدون اي مساعدات خارجية. دي حقيقة بتلاقيها. ده ايه سببه؟ هو مش ايه سببه، هو يعني في نسبة دلوقتي 15% من تأخر الانجاب اسمها unexplained، يعني غير معلومة السبب، يعني لسه ما توصلناش قوي للاسباب الخاصه بالنوع ده. فيعني في حالات معينه اللي هي النورم ريسبونس دي، اغلب الحالات مثلا بتعمل حقن مجهري وبعد كده بتحمل لوحدها وبتتفاجئ انها حامل. يعني اخر شهرين ده كان معايا 4 حالات حصل لهم كده فعلا. 4 حالات يعني كان حقن مجهري مثلا من 4 سنين وما خدتش وسيله وسابت نفسها كده فاجئت انها حامل. فدي حالات معينه ان احنا كسرنا الدايره اللي هي بتاعت عدم حدوث حمل. فدي هل بقى حصل تعديل هرمونات مع الحمل قبل كده؟ يعني بتبقى حاجات بقى ان الحمل نفسه بيعالج بعض انواع الحاجات اللي هي الانكسبلين دي، ممكن تكون بطانه رحم خفيفه الحمل عالجها في 9 شهور دي. بتبقى حاجات لسه تحت الدراسات دلوقتي يعني. لكن لو عيانه عندها مشكله قائمه غير خاضعه للعلاج مزمنه صعبة مثلاً. زي مثلا ساده الانابيب. يعني دي بتبقى غالبا ما بتحملش الا برضه بالوسائل المساعده، يعني الحاجات دي برضه بتبقى لها لها دراسات معينه. كويس جدا. اول ما الزوجين يا دكتور يعني بيتزوجوا، اول حاجه بيفكروا فيها الانجاب، وما بيعدي الوقت اكيد بيعدي الشهر الثاني يبتدي الاهل يسالوا ها الاخبار، وبتدي عندهم الضغط النفسي اكبر بكتير من ان هم ممكن حتى يكونوا مأجلين. امتى بالظبط اعرف ان انا كده اتاخرت وكده دخلت مراحل ان في احتماليه ان ما يبقاش في حمل بشكل سهل او يسير؟ والله هو يعني القاعدة العامة ان تأخر الانجاب بنحكم عليه لو حصل تأخر ما حصلش حمل بعد سنة من الزواج، بس شرط تكون الزوجة عمرها اقل من 35 سنة. يعني السن مهم جدا 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 في الزوجين والزوجة بالذات. وشرط ما يكونش فيه سبب غير خاضع للعلاج. يعني الزوج مثلا عارف انه عنده مثلا تشوهات عالية في السائل المنوي، ده ما يستناش. تمام. الزوجة اللي عندها انسداد في الانابيب ومتشخصة قبل كده وعارفة حالتها، دي ما تستناش. الزوج اللي كان متجوز قبل كده وما خلفش عشان كان عنده سبب معين خاص بيه، ده ما يستناش. الزوجة اللي كان برضو عندها إجهاض متكرر أو زبا حمراء أو أجسام مناعية معينة، دي ما تستناش. لكن لو يعني إمتى تروح للطبيب؟ تروح له في أي وقت تطمن، يعني الاطمئنان ما فيهوش مشكلة. لكن تدخلنا إحنا بوسائل الإخصاب المساعد دي بتتوقف على تقييم الطبيب وتقييم الحالتين والمراحل العمرية للزوجين. صحيح. يعني الزوجة اللي عمرها 20 سنة البيضة عندها 20 سنة. الزوجة اللي عندها 40 سنة البيضة عندها 40 سنة. الزوجة اللي عندها 45 سنة البيضة عندها 45 سنة. الزوجة أو الزوج اللي عنده مثلا مرض مزمن أو كاشيكسي أو عنده مثلا ضعف عام، أكيد الحيوان المائي بتاعه عنده ضعف عام،
الزوجه لو عندها ضعف عام، البويضه عندها ضعف عام. كويس فدي جدا. ده هو الجسم متكامل. فاهم قصدي حضرتك؟ طبعا. امتى بقى يعني في اكيد في سؤال للناس بتقول لك امتى اخر سن للحقن المجهري؟ والله من حوالي 10 سنين كان اخر سن عندنا 40 سنه. من حوالي 5 سنين السن طلع ل 42 ودلوقتي لحد 45 سنه. هي. في دراسات جديده قالت لحد 47 سنه، بس دي لسه ما ثبتتش يعني تحت توافر شروط معينه. زي انتظام الدوره، تحليل سليمه، بحيث ما نعرضهاش للريسك الحقن المجهري وما يكونش لها 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 فايده في الاخر يعني. كويس جدا جدا. 47 ده بس لسه ما اجزمناش بيه يعني، الدراسات لسه تحت الدراسات وحتى 45 ولها شروط معينه. دي حقيقه. حتى 45 ده رقم يعني كويس جدا نوصل بيه ان هيبقى فيه احتماليه ان السيده تولد او تخلف او تنجب يعني. ده طبعا لا، احنا في اخر سبع سنين حصل طفرات في تاخر الانجاب وفي علاج تاخر انجاب الحقن المجهري غير عادي. الحاجات دي من 10 15 سنه ما كناش بنقول لها يعني، ما كناش بنعرف او بنديها امل. لكن دلوقتي بصراحة التقنية عالية جدا. عشان كده والله دكتور برضو منأكد مع حضرتك، مهم جدا جدا التحاليل قبل الزواج، مهم جدا الكشف المبكر علشان ما يحصلش زواج وفي الآخر تقول إن في مشاكل في الإنجاب أو في مشاكل في الحمل. مهم قبل ده، قبل ما نعمل الخطوة دي أو قبل ما نقدم على الخطوة دي، نطمن على نفسنا سواء زوج أو زوجة. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتنا النهاردة. وقبل ما نختم مع حضراتكم بأكد مع حضراتكم البيج الخاصة بدكتور أحمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، موجودة على الفيسبوك. أي تساؤلات طبعا لحضراتكم هيرد عليها الدكتور بنفسه، وكل التساؤلات اللي ممكن تيجي في أذهاننا خاصة المقبلين على الزواج اللي عندهم مشاكل في تأخر الإنجاب، ما بقتش في حاجة مستحيلة. أنا بشكرك جدا، نورتنا النهاردة. شكرا لحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. شكرا لحضرتك دكتور أحمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن وعضو الجمعية المصرية الألمانية لجراحة المناظير. شكرا لحضراتكم مرة تانية، وإن شاء الله دايما معاكم بكل جديد في طبيب البلد. خليكم معنا من فضلكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. بعض الناس اللي بتعاني من زيادة في الوزن لما بتقرر انها تنزل في وزنها بتكون اول خطوة بتعملها هي الحرمان من الاكل، او حتى تشيل وجبة من الوجبات، وللأسف في بعض فترة بتكتشف انها ما وصلتش للنتيجة المرضية اللي هي عايزاها، وبالنسبة لها اول شيء بيدور في ذهنها انها توقف خالص، وده في الحقيقة معاناة الدايت. طيب نروح مع حضراتكم بقى لتفاصيل اكتر، يعني ايه حرمان الجسم من الاكل؟ جسم بيخش في مرحلة حاجة كده زي ما بيقولوا مجاعة، وهو إنه بيحتفظ بالدهون اللي بيخزنها، وبعد كده طبعا بتحصل مشاكل كتير زي وقف الحرق وغيره. عايزين نعرف مع حضراتكم النهاردة الحرمان من الأكل وتأثيره على صحتنا وعلى صحة جسمنا، خاصة الناس اللي بتبقى عايزة تنزل في وزنها في مدة قصيرة. منوراني النهاردة في طبيب البلد دكتور هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور، منورانا. أول حاجة بنعملها لما بنعوز ننزل في الوزن طبعا بشكل عشوائي، يعني الأفكار المغلوطة اللي دايما بنعملها إن احنا نحرم نفسنا من الأكل أو نشيل أكل خالص، أو كمان ممكن نوصل لمرحلة إن احنا بنشيل وجبات زي مثلا وجبة العشاء. بالظبط. إيه خطورة ده على جسمنا؟ أنا والله مش عاوزة أقول لك وجبة العشاء، لا احنا بنشيل وجبات اليوم كله وبناكل وجبة واحدة بس في اليوم. وفي ناس بتعمل فاكهة وفي ناس يعني بالظبط، فده يقول لك أنا كده أنا المفروض أخس، أنا ما باكلش خالص. ما هو عشان أنت ما بتاكلش خالص أنت مش بتخس، أنت بتزود دهون جسمك. الجسم زي ما أنت قلتي بيدخل في حاجة اسمها ستارفيشن أو مجاعة، بيبدأ يحتفظ ويعمل يعني يقفل كده على الدهون والكالوريز والحاجات كلها اللي مش هحرقها، انا مش هحرقها لان انا في مجاعة، انا مش عارف هحتاجها امتى. او بيشيلها يخزنها الوظائف الحيوية اللي موجودة جوه جسمه. فيبدأ يقول لا، واي وجبة حتى لو كانت صغيرة هي بتتاخد تتهضم وتتخزن، مش بتتحرق، لان انت حاطة جسمك في حتة مجاعة، في حتة starvation. انا مش هحرق حاجة، انا هخزن لان انت مجوعاني طول النهار. فده الغلط. عشان كده احنا لازم دايما بقول للناس احنا لازم ناكل الثلاث وجبات بتاعتنا ومن ضمنها اتنين كمان سناكس في اليوم، فاحنا المفروض ناكل خمس وجبات في اليوم عشان ازود معدل حرق الجسم. بس مش معنى كده ان انا هاكل خمس وجبات كبار، انا طبعا هاكل خمس وجبات صغيرين. كويس. من ضمنهم الياف، للناس اللي بتقعد تقولك انا هاكل مش عارفه شويه ايه وايه وبس خلاص، لا، انت لازم الوجبه الغذائيه تبقى متكامله، ولازم طول اليوم يبقى فيه الياف كتير عشان تديني احساس بالشبع. عشان الياف دي زي ايه يا دكتور؟
زي الخضار زي الفاكهه زي الاعشاب اللي انا جايباها النهارده، اي الياف تنزل تملى المعده عشان تديني احساس بالشبع طول النهار. وفي نفس الوقت الالياف بتمنع حدوث الامساك، وده بيحصل كتير قوي في الدايت. الالياف بتحسن عمليه التمثيل الغذائي، بتحسن حركه الامعاء، كل ده المفروض اخده من الالياف. عشان كده انا جايه الكورس بتاعي النهارده مينلي معظمه الياف. اتكلم طبعا ان الناس اللي عندها عادات غذائيه سيئه مش هتقدر انها تغير عاداتها يوم وليل. يعني من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، ده هيبقى صعب جدا. فالموضوع بيتاخد تدريجي مع طبعا اطباء متخصصين في التغذيه العلاجيه، والارقام ظاهره مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه للمتابعه لنزول الوزن او نقصان الوزن مع الكورس الخاص طبعا انسيليوم، والكورس الخاص ايضا بالحرق. كل التفاصيل دي، هو كورس كامل متكامل، هو حرق وكمان امتلاء يعني تخسيس وكمان ثبات الوزن. النهارده بقى معانا كمان عروض. صح؟ طب يلا نقولها. اول عرض معانا ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40%، ده كبسولات الانسيليوم، ده للناس اللي عاوزه تخس 5 كيلو 6 كيلو 10 كيلو مثلا في الشهر. ده معاه كبسولات فيتامين دي هديه، ومعاه كريم شد الترهلات هديه. ده اول عرض معانا النهارده. كويس. تاني عرض ده عرض الشهرين، ده مكون من كبسولات الانسيليوم والماجيك بوكس، وده عليه خصم 50%، وده للناس اللي عاوزه تخس مثلا ازيد من 10 او 20 كيلو في الشهر. تمام. ومعانا برده كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. عرض الثلاث شهور ده عليه خصم 70%، وده للناس الاوفر اوبيزيتي قوي بقى، اللي هي عاوزه تخس 30 و40 كيلو. ده مكون من الانسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي طبعا هديه، وطبعا الشحن مجاني والمتابعه من دكاتره ومتخصصين طبعا مجانيه. كويس جدا. يعني الناس اللي اوفر ويت يعني ثلاث شهور يكفيهم ان هم ينزلوا بس؟ طبعا انا عايزه لو تابعوا بشكل مظبوط معانا في الريفيوهات هتشوفي ارقام بجد انت هتتخضي، ارقام احنا مش بنسمعها غير في عمليات التكميم وبالون المعده وطي المعده. بس طبعا احنا جايبين ده في صوره كبسولات عشان اهدارا اللي هو ايه، يعني نتجنب اهدارا التكلفه او التعب. في ناس ما بتحبش العمليات، في ناس بتخاف من العمليات. فاحنا عملنا البرشامه بتاعه تكميم المعده عملناها في صوره كبسولات معانا واعشاب طبيعيه. هايل. كويس جدا. طيب الأطفال بقى اللي عايزين يخسوا، ده في الحقيقة النهاردة برضو جزء من حلقتنا، بما أننا بنتكلم عن الحرمان، الأطفال والأولاد اللي في سن المراهقة بيبقى صعب جدا جدا أنك تشيل وجبة منهم أو تحرمهم من الأكل أو جانك فود لو معتاد عليه، الحلويات والكوارث اللي ممكن طبعا معتادين عليها. الكورس ده ينفعهم، آمن عليهم؟ الكورس آمن من سن البلوغ، من سن 11-12 سنة، فما فيش فيه أي مشكلة خالص، لأن هو زي ما أنا قلت أعشاب طبيعية ومصرحة من وزارة الصحة، ما فيش فيها أي مشكلة خالص. أنا ما ينفعش أقول لأم احرمي طفلك من الحلويات. احنا ينفع نقللها بس ما ينفعش نحرم. ما ينفعش اقول لها احرميه من الاكل بعد ما كنت بتدي له اكل كتير، لا انت هتدي له حاجه فهتجوعيه، مش هينفع خالص، غصب عنه هيروح يجيب حاجات تانية. فلا احنا هندي الكورس، والكورس هو اللي هيدي احساس بالشبع والامتلاء، فهيخليه حتى لو واخد السندوتشات اللي هو بياخدها الكتير هو هياكل منها واحد او اتنين وخلاص، هو حاسس بالشبع. لان الاطفال انا ما ينفعش امشيهم على نظام غذائي. صعب جدا الحرمان في الاطفال. الجرعات بتاعت الكورس قد ايه يا دكتور؟ الجرعات اول يوم باخد كبسولات الانسيليوم قبل الفطار بربع ساعه ومعاها كوبايتين ميه، تاني يوم باخد الماجيك بوكس وهكذا بالتوازن ما بين الاثنين، ده يوم وده يوم لغايه ما بخلص اول شهرين، وببدا اخد الشهر الثالث اللي هو الفينيل، ده طبعا بتكلم عن عرض الثلاث شهور. حلو قوي. طيب بما اننا اتكلمنا عن الحالات قبل وبعد، نشوف كده مع حضراتكم على الشاشه دلوقتي هيتعرض الحالات قبل وبعد، قبل نزول الوزن وبعد نزول الوزن باستخدام الكورس. عندنا 87 بقت 66 في شهرين، يعني خسرت تقريبا 21 كيلو. هايل. طبعا لسه كنت بقول لك انت هتشوفي الارقام معانا يعني. طيب معانا حالة كمان، يعني كان 107 بقى 80، ده رقم كبير جدا، 27 كيلو في 3 شهور. طبعا الموضوعية دي عن والتسدي والدراعات، احنا شايفين ده كله خس عامل ازاي. طبعا يعني احنا
كريم شد الترهلات ليه عامل كبير قوي على ان ما يحصلش ترهلات بعد ما نخس او بعد ما ده بيتحط بقى اثناء الخساسين. ده بيتحط اول ما باخد الكورس، انا ببدا ادي التعليمات بان انا ادهن الكريم ازاي عشان بعد ما اخس اوصل للشكل ده، انا شكل جسمي مشدود ومظبوط، مش محتاجه لسه اروح الجيم او اروح لدكاتره تانيين عشان اشيل الترهلات او السيلوليت اللي ظهر. حلو قوي، مع فيتامين د اللي موجود كمان في العروض بالظبط، وده بيساعد طبعا على الحرق. كانت 97 الحاله اللي ظاهره معانا على الشاشه، بقت 60 كيلو، خست 37 كيلو في 4 شهور. كويس قوي قوي. طبعا ده انجاز يعني. 37 دي عارفه داخله في ال 40 كيلو. المتابعه معاكم بتكون ازاي يا دكتور؟ على الارقام الموجوده كل يوم بقى بتبعت لكم انا قلت ايه النهارده. احنا بنبقى اصحاب يعني، اكتر من ان احنا بنبقى دكاتره بنتابع المرضى بتوعنا، لا احنا بنبقى اصحاب عشان يعترفوا لنا هم عملوا ايه. مش من السهل ان حد يجي يقول لك اصل انا النهارده لخبطت في كذا، اصل انا النهارده نسيت اخد الكبسوله، فاحنا لازم نبقى اصحاب ونحسسهم ان الموضوع مش اللي هو انا فوق دماغك بس عشان تخس، لا انا بحاول اعودك ان انت تخلي شكلك حلو وتمشي بنظام صحي عشان صحتك. طبعا ممكن بقى مثلا يعني الحاله معانا على الشاشه دلوقتي باين جدا الفرق، 95 كيلو 66 ده رقم كبير جدا، يعني تقريبا 30 كيلو في 3 شهور ده هايل، 10 كيلو تقريبا شهريا ده هايل. نتكلم عن الناس اللي بتبقى اوفر ويت او اللي بيبقى وزنها زياده شويه، اولا بتبقى عندها مشاكل صحيه لا تنتهي، ده غير طبعا ان هي بيبقى عندها حالات من الضعف الرهيب لو مشيت بس بتغذيه صحيه او بالدايت بس بيبقى الموضوع صعب. فميزه الكبسوله انت ما بتحسش بيها زي ما الدكتور وضحت، ما بتحسش ان انت عامل دايت. يعني الكبسوله بس هي بتشيل نص مثلا بالظبط، بتحرق وبتنحت وبتعمل شد سد للشهيه، بتعمل ده كله في مجرد كبسوله وانت واخدها وانت قاعد، فاهمه؟ وحلو بقى لو عندك بقى مناسبه مثلا، مناسبه سفر، مستعد انك هتروح تاكل، فايه تشيل كده جزء من الضغط النفسي وانت مش عارف هتاكل ازاي وما الى ذلك. طب نروح بقى الريفيوز مع حضراتكم كده، برضو المتابعه اللي كانت على الواتساب جزء منها هتكون مع حضراتكم اهي دلوقتي. انا وزني كان 125 بقيت 119. طيب يا حبيبتي كويس، الله توصلي للوزن المثالي، يعني باذن الله توصلي للوزن المثالي. الحته مقطوعه. طيب مثلا لو قلنا حاجه زي دي، امتى تقولي لها ان انا لازم اوصل للوزن المثالي؟ يعني بيكون المعدل قد ايه؟ مؤشر كتله الجسم قد ايه؟ حلو قوي. انا مجرد اصلا ما بعمل الان بودي او بتبعته لنا او بنوزن او بتبعت لنا صور ليها زي ما احنا شفنا، احنا بنبقى عاوزين بنبقى عارفين ماكسيمم اللي احنا هنوصل له قد ايه والمينيمم قد ايه. بس طبعا هي بناء على رغبتها، في ناس بتفضل عاوزه تحتفظ بجزء شويه، يعني هي مش عاوزه تخس قوي، هي عاوزه تبقى محتفظه بجزء منها شويه، فبنبدا بقى نمشي معاهم اسبوع اسبوع كده لغايه خلاص انت تمام، شكلك تمام، انت مرضيه، حلو قوي. بنعمل ايم بادي تاني وبيبعته لنا، خلاص نسبه الدهون كويسه، نسبه الميه كويسه، البروتين، الاملاح، كل حاجه تمام، خلاص احنا كده بنسيبها بقى خلاص تمام. يعني بيبقى على حسب رغبه المريض. طبعا كويس. لا هي على حسب وجهه نظرنا ورغبه المريض، يعني احنا الاثنين بنتكلم ونوصل للصح. كويس قوي. طيب معانا السلام عليكم دكتوره، انا خلصت الكورس كله خسيت 3 شهور 26 كيلو. ده بقى بيخش بعد كده مرحله ثبات الوزن، التثبيت بالظبط. كويس قوي، علشان فعلا ما نرجعش. وفعلا يا دكتور بيبقى افكتيف، يعني فعلا ان احنا مثلا لو خدت شهر ثبات وزن هفضل كده وزني؟ بصي بصراحه لغايه دلوقتي مفيش ولا حاله ارتدت تاني لمرض السمنه، كل الحالات اللي معانا تمام. بس جالي ناس كتير قالت لي انا جربت دايت وجربت ادويه، انا مشيت عليها وخستيت، بس بعد ما وقفتها انا رجعت اتخنت زي الاول ويمكن اكتر كمان. فهنا بقى بنبدا نعاني في صعوبه ان انا اديها ثقه بالنفس وثقه في البرودكتس بتاعتنا واقول لها طب نجرب وهنمشي واحده واحده، طب مش هديكي دايت، فنبدا بقى نعيد الثقه في نفسها اصلا واحده واحده تاني لانها بتبقى خايفه. كويس قوي. اخر ريفيو معانا، انا وزنت نفسي اخر مره من اسبوعين، اما كنت في القاهره نزلت حوالي 25 كيلو. طيب ده حاجه جميله جدا، ربنا معاك يا رب وتكمل كده على خير، لان فعلا الانسان بيبقى
يعني مش بقى زياده في الوزن بشكل طبيعي، عنده بس مناطق ممتلئه، دي بتعمل له حاله من الاحباط النفسي وقله الثقه بالنفس وحاجات كتير جدا، غير طبعا الام الجسم والصحه والخطوره اللي بيبقى عليه. طيب قبل كده ما اختم مع حضرتك، بما اننا بنقول على كل الحاجات الجميله دي، نقول كمان على العروض مره تانية. يلا بينا. اول حاجه الناس توصل لنا عن طريق ارقامنا اللي موجوده على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. واحنا معانا النهارده ثلاث عروض. اول عرض ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40% عباره عن كبسولات الانستيليوم ومعاها كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، عليه خصم 50% كبسولات الانستيليوم والماجيك بوكس ومعاها كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. تالت عرض معانا ده عرض 3 شهور، ده عليه خصم 70% مكون من الانستيليوم والماجيك بوكس والفينيل وكريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه، وطبعا الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه. كويس جدا. قبل كمان معاك يا دكتور، عايزة أكد الناس اللي عندها أمراض مزمنة زي السكر والضغط وأمراض القلب والشرايين وغيرها من أمراض المزمنة في الحقيقة، واللي بتبقى التعامل معاها يعني مهم قوي نحن نقول للطبيب المختص عشان نعرف إزاي نخس بشكل آمن. بالظبط. هل الكورس آمن ليهم؟ الكورس آمن جدا، بالعكس ده كمان بيدخل في علاج بعض الأمراض. يعني بعد ما بخس في أمراض كتير من الضغط والسكر والغدة الدرقية والحاجات دي بتبدأ تختفي. ده تصريح وزارة الصحة ظهر مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي، وده مهم جدا بنقول إن احنا بنعرض في طبيب البلد حاجة آمنة وحاجة صحية، متابعة بتكون مع أطباء متخصصين، وطبعا ترخيص وزارة الصحة ده أهم حاجة عشان تعرف مصدر الحاجة منين، وعشان تعرف ان هي عدت على يعني عدد كبير من البروسيس او يعني مشيت كده في شكلها الصحيح علشان تبقى امنه وسالمه لكل حد ممكن يتعامل مع الكورس ده. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتينا النهارده. شكرا جزيلا. دكتور هبه حام، اخصائيه التغذيه العلاجيه. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه. لطبيب البلد دايما معاكم بكل جديد، خليكم معنا من فضلكم. اهلا بحضراتكم مشاهدينا مره ثانيه. فقرنا هنتكلم فيها عن العلاقه الاسريه او علاقه الزوج بالزوجه، من اكثر المواضيع المعقده والحساسه الحقيقه اللي كتير من الرجال بالتحديد بيبقى فيه بعض الاحراج ان هو ما بيقدرش ان هو يعبر عنها او يتكلم فيها، وبيلجا في الحقيقه مؤخرا الى الطبيب المختص. النهارده نتعرف مع حضراتكم على كثير من التفاصيل اللي بتخص مشاكل العلاقه الخاصه بين الزوجين مع ضيفي النهارده اللي منورني في طبيب البلد، الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ ورئيس قسم المسالك البوليه والتناسليه بكليه طب بنات جامعه الازهر، واستشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا في طبيب البلد. الحقيقه جمعنا مع حضرتك كده مجموعه من التساؤلات، واللي محتاجه بشكل كبير جدا ان احنا يعني نعرضها ونقول الاجوبه بتاعتها، خاصه هي جايه لنا طبعا عن مشاكل العلاقه الخاصه بين الزوجين. في البدايه كده ممكن ابدا مع حضرتك بمحمد، بيقول انا سني 45 سنه وعندي مشكله في العلاقه الخاصه مع زوجتي، وده اللي مؤدي الى خلافات كتيره جدا وقد تؤدي الى الانفصال، اعمل ايه؟ هو طبعا مشكله الخلافات الزوجيه او خصوصا في العلاقه الخاصه ما بين الزوجين يعني ممكن او ما بنسميه حاجه اسمها الضعف الجنسي. الضعف الجنسي ده بنسميه يعني هو مصطلح عام، مش مصطلح يعني هو برضو الكلام او السؤال بتاعه عام شويه. يعني احنا المفروض نعرف طبيعه المشكله ايه بالظبط عشان نقدر نعالج. هو محرج زياده. هو طبعا موضوع الضعف الجنسي هو مش كلمه ضعف جنسي، هي كلمه عامه تحت منها حاجه اسمها ضعف الانتصاب، تحت منها حاجه اسمها ضعف الرغبه الجنسيه، حاجة اسمها مشاكل قصف سواء سرعة قصف أو قصف مدمم أو قصف مرتجع، أو ممكن يكون بعض الناس عندهم مشاكل مفيش قصف أصلا. فطبعا دي كلها مشاكل، يعني دي كلها مشاكل ما بين الزوجين. فالضعف الانتصاب هو عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب، هو أصلا ما عندوش قدرة على الانتصاب أو ما عندوش قدرة على الحفاظ على الانتصاب. كويس. أو ممكن يكون مشكلة عنده في إن هو عنده سرعة قصف، وبالتالي ترجم ده إن هو عنده مشكلة في ضعف الانتصاب. يعني إحنا دورنا كدكتور لما بنقعد مع المريض، وكمان المفروض نقعد معاه هو وزوجه مش هو لوحده، ان هو ممكن يقول لك مثلا او يقول لنا مثلا حاجات معينه ونتفاجأ ان الزوجه لما بنقعد معاها بيبقى طبيعه مختلفه تماما. فطبعا دي حاجه ممكن تؤدي طبعا للانفصال ما بين الزوجين، فعشان كده لازم ندور على حل. الحل طبعا ان احنا بنبدا بمعرفه السبب.
اول حاجه السبب ده بنعرف احنا بنقعد ناخد تاريخ مرضي، طبيعه العلاقه مع الزوجه، هل في العلاقه قبل كده كانت ازاي ودلوقتي فيها مشاكل ولا فيش. المريض بياخد ادويه لضعف الانتصاب ولا فوتش، المريض مدخن بيتناول ادويه معينه، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل زي السكر، لازم نفهم طبيعه المرض اصلا. بالظبط. تاني حاجه بنخصها مشكله عنده ضعف رغبه جنسيه، في بعض الناس بيبقى عندهم خلل هرموني فعنده نقص في هرمون الذكوره او عنده زياده في هرمون البرولاكتين، وبالتالي ده طبعا بيتعرف بالفحوصات. ممكن يحتاج اشعه اسمها اشعه الدوبلر على العضو الذكري، فبنعرف هل فعلا عنده تسريب وريدي، عنده مشكله في الشرايين بتاعه العضو ولا لا. كل دي طبعا بيندرج ان احنا نقدر نعالج. اللي انا عايز اقوله ان احنا مصطلح ان هو في مشكله ما بين العلاقه ده مصطلح عام. تمام، لازم نخصص. لازم نبقى مخصصين شويه. صحيح. نعرف ايه طبيعه العلاقه، هل قد يكون مشاكل خلافات يوميه، مشاحنات نفسيه، وده بيأثر طبعا على طبيعه العلاقه. يعني المشاحنات دي نفسها بتأثر على العلاقه، بتأثر طبعاً على جو البيت، بتأثر على الابناء طبعا. طبعا. طيب سؤال اخر بيقول اعاني من مشاكل في البروستاتا، مشاكل في التبول، سني 35 سنه، هل ده بيؤدي في مشاكل في العلاقه الخاصه مع زوجتي؟ طبعا ده سؤال مهم. الحقيقه طبعا مشكله البروستاتا في سن الشباب من الحاجات المؤرقه جدا. ممكن هو يكون عنده مشكله، الم شديد جدا تحت العانه، الم بين الخصيه وفتحه الشرج، الم في راس العضو نفسه، طبعا البول نفسه ضعيف، حرقان، دخول حمام باستمرار، عنده الم شديد جدا، ودي من الحاجات اللي احنا بنقابلها بنسميها كرونيك بروستايتس، يعني التهاب مزمن في البروستاتا. طيب هل ده علاجه سهل؟ علاجه سهل، بس مشكلته علاجه طويل شويه، بياخد وقت طويل جدا. هل ده بيأثر على العلاقة؟ طبعا ممكن يأثر على العلاقة، لأن هو طبعا عنده ألم شديد. ممكن بعض الناس عندهم حرقان أثناء العلاقة وأثناء القصف. فالحرقان الشديد ده أو الألم الشديد ده بيأثر، بيخليه ينفر من العلاقة، بيخليه يبعد عن العلاقة أصلا، بيجنبها، ممكن أصلا ما يجيلوش رغبة، ما بيكملش علاقة مع الزوجة، الزوجة نفسها بتبدأ تتضايق، بيبدأ طبعا بتصاب باحتقان في الأعضاء التناسلية، وده طبعا بيخلي الاثنين ينفروا من العلاقة. فطبعا التهاب البروستاتا هو لازم نشخصه. ده طبعا ليه تحاليل معينه، ليه اشعاعات معينه، لازم نعرف هل فعلا ده سبب بروستاتا ولا لا. فلو في سبب في البروستاتا لازم نعالجه، ان هو لو فضل معاه طبعا هو مش حاجه خطر ان هو ممكن يقلب بسرطانات او يقلب باورام، لا هو مرض بس بيأثر على العلاقه، بيأثر على طبيعه شغله. بعض الناس قاعد في المكتب، واحد مثلا عنده عايز كل شويه عايز يدخل حمام مش قادر، نازل من البيت ورايح الشغل، ليه كل دقيقه داخل حمام خارج من الحمام، خايف مثلا يجيله في البول او يجيله زنقه بول وهو مثلا راكب عربيته او راكب مواصله. فطبعا ده مع الوقت فعلا قد يؤثر على العلاقه الجنسيه، ده اكيد. يعني علاجات البروستاتا يا دكتور تطورت بشكل كبير جدا، برضو ندي كده يعني مقدمه سريعه. علاجات البروستاتا طبعا فعلا الحقيقه تطورت. في السن الصغير معظمها علاجات ادويه، بيبقى حاجه اسمها مضادات، طبعا مضادات حيويه حسب المزرعه اللي بتخرج بعد بعض التحليلات. في حاجة اسمها الألفا بلوكرز أو حاجات بتساعد على تدفق البول، في بعض الأدوية اللي بتثبط المثانة شوية. حاليا بقى في السن الكبير في حاجات كتيرة ظهرت، حاجة زي التبخير، حاجة اسمها الليزر، حاجة اسمها الريزوم، ده الريزوم طبعا ده برضو عمل طفرة كبيرة جدا. في بعض الناس ما كانش طبعا بيبقى سنه كبير جدا مش قادر يعمل عملية، الدكتور التخدير قال له أنت مش قادر تعمل عملية، فبالتالي بيركب قسطرة، القسطرة دي بتفضل معاه فترة طويلة جدا. لا دلوقتي بنقدر نقول ان احنا المريض ده ممكن بعلاج موضعي بحقن، يعني بتخدير موضعي مش تخدير لا نصفي ولا كل، ممكن جدا. تخدير موضعي. العمليه لا تستغرق 10 دقائق، بنعمل حاجه اسمها حقن لبخار الميه داخل انسجه البروستاتا، ده مع الوقت بيخلي البروستاتا نفسها حجمها يقل، وبالتالي المريض ممكن يتبول بعد كده. دول كان الناس ما كانش ليهم امل. بعض الناس اللي عندهم مثلا مشاكل قلب وعنده سيوله في الدم برضه مش هيقدر يعمل عمليه، لا ده بنقدر نعمل له حاجه اسمها التبخير، او سواء بالبلازما او بالليزر. المريض ده كنا بنخاف ان هو ينزف اثناء العمليه، فكنا مع المنظار العادي او مع الطرق الجراحيه طبعا دي كانت بتعمل مشاكل كبيره جدا. لا دلوقتي بقدر اقول ان المريض ده يقدر يعمل عمليه، وهو كمان بياخد ادويه السيوله، ما عندناش كويس جدا اي مشاكل خالص يعني. طيب عندنا ايضا سؤال يا دكتور بيقول اعاني من صغر في حجم الاعضاء التناسليه، اخاف من الزواج عدم الاحراج، بما تنصحني؟ هو الحقيقه طبعا السؤال ده مهم قوي، لان فعلا في العياده بتاعتنا كل يوم بيجي لي مريض بيعاني من صغر حجم الاعضاء التناسليه، يمكن تقريبا كمان على الرسائل على الواتس على الفيسبوك، دكتور عايز تكبير العضو، دكتور عايز مش عارف كريمات، وحاجة عارفه طبعا الحاجات بقى على النت كل يوم طبعًا. كريم مش عارف مرخصة ايه كريمات مش عارف ايه طبعا، ادويه راس مش عارف ايه، الحاجات دي طبعا خطر جدا ان هو بياخدها ومش عارف هو ايه بالظبط. طبعا مشكله الناس دول بيبقى عندهم
صغر في حجم الاعضاء التناسليه، هو الحقيقه ليه كذا سبب. ممكن يكون حقيقي، يعني هو يكون فعلا المريض ده عنده صغر في حجم الاعضاء التناسليه. وده طبعا بنكتشفه من ساعه الطفوله، يعني دور الام برضو انها تاخد بالها من طفلها وتراقبه، هل فعلا هو عنده صغر في حجم الاعضاء التناسليه ولا لا، صغر في حجم الخص ولا لا. ده بيوتر الاهل، بيوتر الاب والام. طب ولما تعرف من بدري ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعالجه بدري، يعني ممكن يعالج يعني بدري، لان هو بعض الناس بيدخل يجي يدخل في مرحله سن البلوغ وعنده مشكله في صغر حجم الاعضاء التناسليه ويحصل بلوغ متاخر، وممكن ما يحصلش بلوغ اصلا، فده بيأثر على الانجاب. فطبعا ده قد يكون حقيقي، يعني هو فعلا عنده مشكله صغر، او عنده مثلا النمو بتاعه متاخر، او عنده البلوغ متاخر، او عنده الخصية حجمها صغير، فده بنسميه حقيقي. في بعض الناس يكون ظاهري، يعني هو طبيعي جدا ما عندوش اي مشكله، بس حجم العضو لما الام تشوفه او الشخص نفسه يشوفه او سن الشباب او كده يحس ان الحجم صغر، يقول مثلا كان كويس وصغر. طبعا ده مهم جدا. بعض الناس بيبقى عنده دهون شديده جدا في منطقه العانه، فالدهون دي بيحصل بنسميه باريد بينس، يعني العضو نفسه بيدخل جوه الدهون، فبيبقى في جزء كبير جدا من العضو مختفي. ده طبعا بيعمل يعني قلق للشخص، وفي نفس الوقت هو بيتهيأ له ان ده يبدا ياثر على العلاقه. وممكن بعض الناس يكون وهمي، هو كويس جدا ما عندوش اي مشكله، بس عنده هاجس نفسي ان الحجم العضو بتاعه صغير، عنده مشكله كبيره جدا. فيجي بعض الناس ما بيرضاش يتجوز، بيخاف، ممكن من قبل الموضوع ده، يعني انا بصراحه بشوف الموضوع ده مهم جدا، لان هو بيبعد عن الجواز، بيخاف، يقول لا انا هحرج نفسي، هيبقى في مشكله مع الزوجه. هو الفكره احنا كحجم ما فيش منه مشكله، لكن العبره ان هو يكون في انتصاب، فطالما في انتصاب فبالتالي ما فيش مشكله. تمام. فلازم دور الدكتور اللي هو يعني يعرف بقى هل ده فعلا حقيقي، عنده مشكله خلل هرموني ولا لا. تمام. ويبدا يعالجه. هل ده ظاهري، يعني هو فعلا عنده العضو المدفون ولا لا، بنسميه العضو المدفون او العضو المدفون، سواء في الاطفال او كبار السن، او فعلا عنده وهمي، لان يعني بلاقي ناس بتوصل لسن الخمسين سنه ولسه ما اتجوزش وهو عنده هاجس نفسي، هو طبيعي ما عندوش اي مشكله. طيب البدائل بقى، يعني بدل ما الشخص ده يلجا للنت او يلجا من شخص لشخص وهكذا، يعني زي ما هو مشاع، ايه البدائل الموضوع؟ يروح للدكتور، ده لازم يروح للدكتور بتاعه. الام دورها ان هي تاخد طفلها، بيبقى في اختلاف، هل في اختلاف ما بينها وبين اخوه، شكل العضو نفسه مختلف ولا لا، هل الطفل ده عنده سمنه ولا ما عندوش سمنه، الشخص نفسه اللي هو عنده مشكله وحاسس عنده خجل، فبالتالي ما بيقدرش هو يواجه المشكله. كل ده ليه علاجات، يعني طبعًا على حسب كل ده ليه علاج حسب بقى الحاله، دور ان انا اشخص الحاله. كويس جدا. نتكلم برضو مع حضرتك عن دوالي الخصيه، برضو عندنا سؤال. شخص متزوج عنده دوالي في الخصيه وبتؤثر على العلاقه الزوجيه وعامله له مشاكل في العلاقه، طيب ايه الحل؟ دوالي الخصيه زي ما حضرتك قلتي هي، او يعني هي عباره عن تمدد في انسجه الخصيه. بنكتشفها ازاي؟ بنكتشفها ان المريض ممكن يكون عنده تغير في شكل الخصيه، شكل الخصيه نفسه مختلف سواء في الاطفال او الكبار. ممكن يكون عنده مشكله في الانجاب، احيانا من ضمن الحاجات من اشهر الاسباب اللي هي قد تؤثر على الانجاب هي دوالي الخصيه، من اشهر الحاجات اللي ممكن نعالجها. كويس جدا. الدواء العلاج بقت سهله دلوقتي، اكتر حاجه حاليا اللي هي اسمها يعني الجراحه الميكروسكوبيه، دي اكتر حاجه بنعالجها بالجراحه الميكروسكوبيه. فكره بقى، السؤال بتاع حضرتك هو بيأثر على العلاقه الزوجيه ولا لا؟ الناس كتير جدا بتعتقد ان دواء الخصيه ليها علاقه بالعلاقه الزوجيه، لا، هو طبعا الدواء ما لهاش علاقه نهائي بتأثر على الانتصاب، هي بتؤثر على الانجاب. تمام. لكن ما لهاش علاقه مباشره بموضوع ضعف الانتصاب او الضعف الجنسي عموما. ليها دور في موضوع الانجاب، لانها بتاثر على العدد، ممكن تاثر على الحركه بتاعت الحيوانات المنويه، ممكن تؤدي الى حدوث تشوهات. في ناس كتير جدا بتربط وجود الدوالي بضعف الانتصاب. هي في بعض الابحاث قالت الكلام ده، لكن ان هو لم يثبت علميا، لكن مفيش علاقه مباشره ما بين الدوالي وضعف الانتصاب. لكن في بعض الحالات المتاخره، يعني بعض الناس مثلا عنده دوالي واهملها وسابها لسنين، فبدات الدوالي تاثر على الخصيه وبدات تعمل ضمور في الخصيه. فطبعا الخصيه دي هي المصنع اللي بيطلع هرمون الذكوره، فبالتالي قد يؤثر على الرغبه الجنسيه، قد يؤدي الى ضعف الانتصاب. لكن الدوالي ما لهاش علاقه مباشره بموضوع العلاقه الزوجيه او موضوع ضعف الانتصاب. كويس جدا، بس مهم جدا انك يعني تتجه الى الطبيب عشان تعرف ايه مشكلتك بالظبط، عشان طبعا علاجات الدوالي ما بقتش فيه اسهل منها في الحقيقه دلوقتي. طيب، تناول ادويه الاكتئاب وادويه الصرع، هل ليها مشاكل على القدره الجنسيه؟ هي طبعا من الحاجات اللي بتاثر، دي فعلا برضو من الحاجات اللي بنقابلها كتير قوي في العياده. بتلاقي مريض عنده مشكله، هو عنده بيروح دكتور نفساني، بياخد ادويه اكتئاب،
هو ممكن من نفسه بيروح الصيدليه بياخد ادويه، بيقول لك انا عندي اكتئاب، انا متضايق، انا كذا انا كذا، فبياخد ادويه. ودي طبعا دي خطر جدا. مع الوقت الادويه دي احيانا قد تؤدي، عايز اقول لحضرتك، المشاكل الضعف الجنسي بانواعه ممكن تؤدي الى عدم الرغبه الجنسيه. هو نفسه عنده اكتئاب بياخد الادويه، الادويه دي بتعمل مشاكل على المزاج او بتاثر على المخ احيانا، فدي تؤدي الى ضعف الرغبه الجنسيه. ونعمل تحاليل ونعمل فحوصات للمريض ويلاقي هرموناته كويسه، هرمون الذكوره بتاعه كويس، هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن بتاعه كويس، ما عندوش مشكله، ونفاجئ ان الدواء ده نفسه هو اللي عامل مشكله. في بعض الناس بتناول ادويه اكتئاب لعلاج سرعه القصف، ومش عارف الجرعه كام، ومش عارف الادويه كام، او مش عارف هي بتتاخد بطريقه ازاي، فبالتالي ده مع الوقت ده قد يضعف الانتصاب او قد يؤدي الى ضعف الانتصاب. فبالتالي جزئيه ان احنا يعني لازم انا مع الدكتور اقول له الادويه باخد ايه، والجرعه باخدها ازاي، وراجعها برضه مع دكتور يعني النفسيه. يعني مهم مجرد ما يشعر ان في خلل او في اي مشكله في العلاقه الخاصه مع زوجته انه لازم يلجا لطبيب متخصص. مظبوط، عشان على الاقل يظبط الجرعه مع دكتور النفسيه او دكتور اللي هو واخدها عن طريق دكتور معين. ممكن تكون هي اللي مأثره وعامله ضعف الانتصاب او ضعف الرغبه الجنسيه. كويس جدا. طيب عملت عملت اشعه وطلع في تسريب وريد، اعمل ايه؟ هو طبعا كلمه تسريب وريدي دي يعني بقى مصطلح شائع قوي دلوقتي. كلمه تسريب وريدي يعني مجازا كده انا بقصد بيها موضوع ضعف الانتصاب. هو ده حاجه اللي هو التشخيص نفسه. تمام. المريض لما يكون عنده مشكله سواء في ضعف الانتصاب او ضعف الرغبه، احيانا بنحتاج نعمل اشعه معينه. الاشعه دي اسمها بينايل دوبلر او اشعه دوبلر على العضو الذكري. الاشعه دي ممكن الاقي فيها مشكله في ضخ الدم، يعني هو الطبيعي ان في ضخ دم بيحصل في الانسجه الكهفيه. والدم بيرجع في الوريد. فاحيانا ما بيحصلش ضغط على الوريد كويس، فبالتالي الاشعه بتطلع ان في حاجه اسمها تسريب وريدي. فالمريض لما بيقول له تسريب وريدي بيبدا طبعا يتخض ويقول طبعا تسريب وريدي. لا، هو التسريب وريدي طبعا ليه علاج. ليه علاج طبعا حسب درجاته، يعني في درجه بسيطه، في درجه متوسطه، في درجه كبيره. الدرجه المتوسطه احيانا بتستجيب للعلاج والمريض بيتحسن جدا وبيبقى كويس. الدرجه المتوسطه احيانا بنلجا لبعض الادويه مع حاجه اسمها العلاج بالموجات التصادميه. زي ما اتكلمنا برضو في حالات قبل كده قلنا ممكن حقن البلازما. احيانا المريض بيحتاج الى دعامه. فالتسريب الوريدي اصبح مرض مرض له علاج. يعني زمان كنا بياخد علاجات كده ما فيش طرق جراحيه. أيوة. لا، الحل الامثل حاليا حاجه اسمها الدعامه. جراحات الميكروسكوب سهلت بشكل كبير جدا في قطاع الامراض الذكوره بالتحديد يا دكتور، ان تطوراتها كبيره قوي وسريعه وبقت سهله. جراحات اليوم الواحد زي ما بيقولوا ما بقتش حتى الشكل الجراحي اللي يخض او اللي يخلي الشخص اللي عنده مشكله ما يعملش اقدام على الخطوه. الجراحات الميكروسكوبيه، عايز اقول لحضرتك، موجود الميكروسكوب في مجال الذكوره من الحاجات المهمه جدا. ميكروسكوب ممكن نستعمله في جراحات الدوالي الخصيه، ودي من انجح العمليات الموجوده حاليا. كويس قوي. الميكروسكوب ممكن نستعمله في ان انا اعمل استخلاص حيوانات منويه او تفتيش على حيوانات منويه من الخصيه. كويس. الميكروسكوب ممكن استعمله ان انا اعمل حاجه اسمها توصيل الحبل المنوي. يعني بعض الناس كده بيبقى عندهم مشاكل انسداد في الحبل المنوي، فبقدر انا عن طريق الميكروسكوب او استخدام الميكروسكوب ان انا اعمل توصيل للحبل المنوي. فطبعا الميكروسكوب لا اصبح مهم. ممكن دلوقتي حاجات اللي هي يعني، وده بيساعد في ان مثلا واحد عنده دوالي، لما انا اعملها بتقنيه الميكروسكوب فرصه رجوع الدوالي نفسها بتقل، ما بتبقاش زي الطرق العاديه او الطرق الجراحيه العاديه. كويس قوي. فالميكروسكوب طبعا لا مهم جدا في المجال بتاعنا. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المهمه جدا اتكلمنا فيها عن الوعي الكبير عشان ما نوصلش لمرحله الانفصال او الاسره مهدده انها يبقى فيها مشاكل او ما الى ذلك بسبب طبعا يعني المشاكل في العلاقه الزوجيه. مهم قوي ان احنا يعني نعرف نتجه لمين عشان يبقى عندنا وعي بكل المشاكل زي كده ما عرضنا مع حضراتكم. جزيل الشكر لحضرتك، نورتنا النهارده في طبيب البلد الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ ورئيس قسم المسالك البوليه والتناسليه بكليه طب بنات جامعه الازهر، واستشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي، كان طبيب البلد معنا النهارده. شكرا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه لطبيب البلد، دايما معاكم بكل جديد ان شاء الله.